لا شك إن ما يشهد العالم في ظل مواجهة كورونا يعد أزمة لم يسبق لها المثيل، تدل بوضوح على أهمية السياسة الخارجية السليمة ونتائجها المصيرية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة. أبطالنا الحقيقيون هم العلماء، المهندسين، الذين يعملون بتفان وإخلاص على حماية الصحة العامة. لقد تعلمنا أن حوارنا وتعاوننا مع شركائنا العالميين يجب أن يرتكز على مجالات حيوية: الصحة، الأمن الغذائي، الذكاء الاصطناعي وغيرها. ستمضي هذه الأزمة كغيرها من الأزمات التي انتصرت فيه البشرية عبر التاريخ، إلا أن العالم بعدها لن يكون كما كان. فالمتغيرات القادمة كبيرة وعميقة، وقد لا تبدو معالمها واضحة، إلا أن العالم بات يعرف جيدا أن بالعلم والكوادر البشرية والقيادة الرشيدة نستطيع أن نرتقي.